السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا وإياكم من الجنة مقعدا وغرفا. نسأل الله العلي القدير كما جمعنا ويجمعنا في دار الدنيا على طاعته ومحبته وعبادته أن يجمعنا يوم القيامة في مستقر رحمته، وأن يرزقنا جوار نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نتكلم في هذه الجمعة عن الدعاء وعن شروط وضوابط الدعاء وعن موانع الدعاء. الدعاء يا عباد الله شأنه في الإسلام شأن عظيم، ومكانته في ديننا مكانة سامية، وما منا من أحد إلا وهو في حاجة ملحة أن يدعو مولاه وأن يستغيث بالله وأن يسأل الله وأن يطلب من الله سبحانه عز وجل. ألا؟ لأن الدعاء استعانة من الفقير إلى الغني سبحانه عز وجل. ورب سبحانه عز وجل في القرآن قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. إحنا نقول إذا مرض أحد يا ربي يشفيني، إذا تروح يا ربي يغنيني، إذا عندي يا ربي يعطيني، يا ربي ديري، يا ربي ارحمني، يا ربي صرني. نحن فقراء إلى الله عز وجل. أما ربنا تبارك وتعالى فغني عنه، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية عصاة المؤمنين. لو أن أهل الأرض جميعا اجتمعوا على قلب أسقى رجل، يعني من أهل الأرض، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أن أهل الأرض جميعا اجتمعوا وكانوا على أخجل رجل أو قلب رجل، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. إذا أنفسكم، حتى رب سبحانه عز وجل في القرآن: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسنتم فلها. لأنفسنا جمعا. ولذلك نحن الذين في حاجة إلى مكان، نحن فقراء إلى الله، والله سبحانه عز وجل هو الغني الحميد. رب سبحانه عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. شوف الآيات عن القرآن الكريم، لازم نصحى نقرأ القرآن. تلك كلمة إذا سألك أو يسألونك تجد بينها وبين الجواب الفاصل قل. يسألونك عن المحيط قل هو أنا. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. صح نجد: وإذا سألك عبادي عني ما كاينش قل، ما كاينش قل، لأن الله عز وجل قريب، قريب. وما كانش سيرة بينك وبين رب العالمين، وحتى يجب أن تروح يعني يكون واسطة بينك وبين ربي، تصل إلى رب العالمين ويستجيب الله عز وجل لك. والله تبارك وتعالى يفقه جميع الألسن. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حلي كريم. رب سبحانه عز وجل حلي يستحيي من عبده إذا سأله شيئا ألا يعطيه. كريم. قال له واحد
أجيب دعوة الداعي إلى دعائي، أجيب دعوة الداعي إلى دعائي. واحد من الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بدا ربي يستجيب لك، أعطيني دعوتي 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 نكثر. فقال له الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، كريم ربي سبحانه عز وجل، إن الله علي كريم يستحيي، شأنه عظيم. وربنا سبحانه عز وجل حي كريم يستحيي، إذا رفع العبد يديه فلا يردهما سترا خائبين. ولذلك المسلم حينما يدعو، أخبي الشروط تعرف عن الاختصار، ولكن المسلم حينما يدعو يدعي وعلى باله ان رب سبحانه عز وجل سيستجيب. ربي سبحانه عز وجل اذا حققت شروط الدعاء ربي يستجيب لك لا محاله، ولكن نوعيه الاستجابه كيف تكون؟ استجابه الدعاء كما اخبرنا النبي صلى الله عليه واله وسلم، استجابه الدعاء تكون على ثلاثه امور وعلى ثلاثه اشياء: اما ان يعطيك الله ما تريد، يا ربي حشدني حشدني اعطيك ربي، استجيب لك الله عز وجل معك عقليا ويعطيك ما سالك. اما تتبطل بها نتاعك بلي ربي ما استجابلكش، كيما تشوفش حنا نعتقد ان الاستجابه للدعاء شكون بقى لازم تكون الحاجه، يا ربي يعطيني رزق يعطيني، يا ربي اعطيني عليا اعطيني. لا، الاستجابه تكون على ثلاثه اقسام كما اخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هل من ان يدرك اما ان يعطيك الله ما سالت، يستجيب الله عز وجل لك كما تفعلت. هل الثانيه اما ان يستجيب الله عز وجل لك كما يريد هو لا كما تريد انت، اما ان يدخر لك اجر هذه الدعوه الى يوم القيامه. وجه يوم القيامة تلك عندك حسنات، حسنة صلاة الله، حسنة صدقة، زكاة، كذا على خير تعملها، تلك حسنات أخرى رصيد من الحسنات. يا ربي هذه الحسنة تاعي من جد، هل يقول لك دعاؤك أو دعوتك في دار الدنيا تعتقد أننا لن نستجب لك؟ ادخرتها لك، ربي شوف بلي الخير أن يخبي لك الأجر تاعي. ورغم هذا إما أن يدفع الله عنك سوءا، تدعي ربي أن يعطيني الحاجة الفلانية وأعطيني الحاجة الفلانية، تكاد راح تجي مصيبة، راح تجي بلاء، راح يحبك سوء بسوء، فيدفعه الله عز وجل عنك بذلك الدعاء. إذن إذا حققت شروط الاستجابة نقرأ فاعلم أن دعاءك مستجاب، وإن لم تره رضي العين، الله عز وجل يا إما يخفي لك الحسنات يا إما يدفع عنك السوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله بدعوة، ما كانش مسلم على وجه الأرض يدعي رب العالمين بشروط الدعاء، يدعي ربي سبحانه عز وجل إلا آتاه الله إياه. يعطيك ربي مسألة، أو كف عنه من السوء مثله، كان جيد مصيبة جيد بلا جيد يدعو إلى رب العالمين، أو يدخر لها له أجرها إلى يوم القيامة. شوف ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ما لم يدعو بسوء، ما لم يدعو بسوء. خشية من موانع التعب، أدب الدعاء وشروط الدعاء باختصار والتي ينبغي على المسلم أن يراعيها أثناء الدعاء: رقم واحد، يقول العلماء أن يفتتح الدعاء بحمد الله والثناء عليه.
الإنسان يثني على الله عز وجل بما هو أهله، ويصلي ويسلم على رسول الله. حتى ورد في بعض الآثار، وإن كان في الكفر، ورد في بعض الآثار أن الدعاء أو كل دعوة لم يصلي صاحبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي خداع. فيصلي الإنسان يحمد الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله ثم يدعو. ورد في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم، ولكن صلى بمعنى دعا، والصلاة في الدعاء الدعاء، إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد ذلك على أبيه إيش. يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما يشاء. رقم 2 ان يعزم في مساله، ان يعزم مثلا واحد يقول اللهم اهدني ان شئت، يا رب العبيد اهدني نحو الشهيد، لا يعزم، عزم بمعنى اللهم اهدني، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هذا بمعنى العزم، أن يدعو الله عز وجل وأن يعزم على الله عز وجل في دعائه، وأن يعزم في دعائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستحيل لله عز وجل. لذلك الأصل الإسرائيل عند رب سبحانه عز وجل أن يعزم في مسألته. رقم 2 أو رقم 3 ألا يستعجل الإجابة. ادعي تدعي تدعي وما تجيش. أنا قلت لك أنا قد يرى الله عز وجل الخير، كل الخير في أن يدخر لك قدرك، أو أن يرى الله عز وجل الخير في أن يدفع عنك سؤالك. ولذلك الإنسان يدعي ويلح ومدمن القرع للابواب، ومدمن القرع للابواب لا بد ان يلجا. تجي كل يوم يطلب من اخر ويطلب يجعل عليه باب لازم تهلك تنهار تهلك. فهذا الانسان يدعي ولا يستعجل. مش انا والله غالي ما يدعي ربي وسيا. قد يرى الله عز وجل الخير في ان هذا المرض ينطحن ويعزم على الله عز وجل في دعائه ولا يستعجل. يستجاب لأحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت دعوت فلم يستجب لي. يستحضر الإنسان قلبه، هذا أمر مهم جدا. يدعي الإنسان ربي سبحانه عز وجل بالحي، يعرف شاهدون، يستحضر قدرة الله عز وجل وكرم الله عز وجل وعطاء الله سبحانه عز وجل ومنة الله سبحانه عز وجل وفضل ربه سبحانه عز وجل. فيستحضر الإنسان قلبه ويدعو الله عز وجل بقلب حي لا بقلب ساهي ولا سيدي يا رب العالمين. أنت شفت شيء كنت ليش يعتمد؟ لا، استحضر الإنسان قلبه، استحضر قلبه ويدعو. من شروط الدعاء ومن أداب الدعاء الإلحاح. تقول أم المؤمنين عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا كان ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا ثم دعا. يلحق الإنسان، يا رب اعطني يا رب اعطني، يلحق الإلحاح. كفر الإنسان ويدعي ربي سبحانه عز وجل. من أداب الدعاء ومن صفات الدعاء ومن كمال الدعاء استقبال القبلة، إنها أشرف الجهات، ورفع اليدين، إن الله حليم كريم يستحيي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفا خاطبين. ذكر الرجل أشعث أخبار يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وشربه حرام وغسله حرام وقضي بالحرام، فأنا
وهو أكل الحرام. إذا كان الإنسان لا يتورع ويتعاطى المحرمات يأكل الحرام ويشرب الحرام. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أنظره يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وأذي بالحرام. جاء النبي صلى الله عليه وسلم صحيح كان عندنا يستجيب فين الله العالمين. حينما جاء سعد بن وقاص وأبي وقاص قالوا يا رسول الله ادعي لي يكون مستجاب الدعاء، ادعي لي دعوة أن يستجيب الله دعائي، ادعي يعطيني رب يستجيب لي. لماذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أطيب مطعمك، يا سعد أطيب مطعمك كل طيب كل حلال، لا تأكل ما فيه شبهة فضلا على أن تأكل ما هو حرام. فأنت مستجيب يا رب ما يعطيك شرط ما يستجيب شرط. ولذلك على الإنسان أن يحقق شروط الدعاء وأن يجتنب هذا المانع. كلا أوقات مثل هذا اليوم المبارك يوم الجمعة اللي هو عيد المسلمين عيد مسؤولية المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله مساء. قلنا الغرض مع هذا في ساعة استجابة، في ساعة يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء، يقبل فيها ربي سبحانه عز وجل دعاء عباده. متى هذه الساعة؟ أخفي أمرها حتى يجتهد المسلم كما ليلة القدر في شهر رمضان شبه العام رمضان محدودة، أخفي أمرها حتى يجتهد المسلم في ليلة رمضان وفي العشر الأواخر من رمضان وفي الأمطار العام العشر الأواخر من رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليس ساعة الجمعة هي لا شك أنها ساعة مما قريب الجمعة من فجر المغرب، ولكن متى؟ أخفي أمرها. وأرجح الأقوال فيها قولان، القول الأول أنها آخر ساعة من يوم الجمعة أي مع صلاة العصر، مع صلاة العصر المغرب في ذلك الوقت. والقول الثاني هي من أن يجلس الإمام لخطبة المنبر إلى أن تنقضي صلاة الجمعة. وفي أقوال كثير للعلماء في هذا الطريق ربما الأقوى. ولذلك الإنسان يحاول يجتهد في هذا اليوم المبارك، يدعي لنفسه ولأهله ولوالديه ولإخوانه ويستجيب له أهل غزة. يدعي الإنسان الدعاء يستجيبه الله عز وجل. واتقي دعوة المظلوم، اتقي دعوة المظلوم. قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم يرفعها الله فوق القمامة ويقول لأنصرنك ولو بعد حين، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تنام. فهذا باختصار ربما ما أردت أن أتطرق إليه في موضوع الدعاء، وهو موضوع واسع، وهو موضوع له أهمية في حياة المسلمين. المسلم ما يقدرش يعيش بلا الدعاء كما ما يقدرش يعيش بلا أكل بلا شرب، ولا تستقيم له الحياة بدون غذاء البدن، فكذلك المسلم لا تستقيم حياته بدون ذكر الله. ومن جملة الذكر الدعاء، والدعاء سلاح عظيم، خاصة كان النبي صلى
للمسلمين يعني أمر وحزنهم أمر يعرض إلى الله عز وجل، يا رب سبحانه عز وجل لإخواني، احنا نشوف ما يحل لإخواننا في فلسطين الحبيبة وفي غزة الجريحة، فنسأل الله عز وجل أن يمدهم بمدد منه. نسألك يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ناصر المستضعفين، يا قوي يا متين، استمتع ان تمد اخواننا